أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا لابد أن نذكر الحسين سواء في شهر محرم وصفر حيث فيها واقعة عاشوراء؟ ما الذي يقربنا للحسين؟ الجواب على ذلك أن الارتباط بالحسين، أي أن تكون من جنده وأن تتولاه في إيمانك وفي عقائدك وفي أخلاقك وفي طاعتك لله وفي تبريك من إبليس وجند إبليس، أن تكون أو تحاول أن تكون نسخة مصغرة من الحسين، أن تعمل بالكلمات الثلاث التي نكررها دائما في زياراتنا للحسين: قلبي لقلبكم سلم، إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، ونصرتي لكم معدة. هذه الكلمات الثلاث هي التي تربطنا بالحسين، هي التي تجعلنا من جند الحسين. أن تكون سلما لمن سالم الحسين، الحسين سالم المؤمنين الصادقين، وحرب لمن حاربكم، كان الحسين حربا على المنافقين، كان الحسين حربا على الظالمين، كان الحسين مع العدل ضد الظلم، مع الحق ضد الباطل، مع الخير ضد الشر. ولابد أن تكون كذلك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، وأن يكون قلبك مليئا بالإيمان كما كان قلب الحسين مليئا بالإيمان: وقلبي لقلبكم سلم. وأن تكون مستعدا دائما أن تنصر الله وأن تنصر رسله وأن تنصر أولياءه، ونصرتي لكم معدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.